ولماذا أن لي العواصم من القواصم طبعتين، واحدة قديمة قبل محب الدين الخطيب وأخرى أحدث في الجزائر لا يعرفهم إنسان وليس لهم أدنى شهرة، بينما القطعة التي حققها أو يقال حققها محب الدين الخطيب هي التي ما زالت تتمتع بالشهرة وتطبع وتطبع إلى ما غير ذلك، لأنها حملت رسالة معادية لآل البيت بكل وضوح. هنا نحن بحاجة للوقفة مع الماسونية وسلفية، وهذا أشرت له من قبل، سلفية الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. وبالمناسبة رشيد رضا فيما أذكر ولدي بالمكتبة من أقدم من كتب كتابا خاصا يهاجم به الشيعة والتشيع ويناله من آل البيت. هذه قضية مهمة. محب الدين الخطيب سوري ودمشقي، هو خاله لعلي الطنطاوي المعروف أيضا اتجاهاته، والذي أمضى بقية حياته في المملكة العربية السعودية. محب الدين الخطيب أهميته أنه تعامل مع بعض أركان ما يسمى بالحركة القومية التي هيأت للثورة العربية الكبرى والانفصال عن الدولة العثمانية، وامتلك وثائق كثيرة حول هذا الموضوع، وقيل بأن هذه الوثائق على درجة عالية من الأهمية. إنما لا أعتقد أن ثقافة محب الدين الخطيب لا تاريخياً ولا غير تاريخيا تؤهله ليخرج قطعة العواصم من القواصم. هنا نحن بحاجة لعدة أسئلة وأجوبة. من اختار له هذه القطعة فقط دون سواها وأهمل بقية الكتاب؟ من الذي صنع له هذا العمل ووضع عليه اسم محب الدين الخطيب؟ من الذي موله ووجهه وما زال يتبنى هذا المشروع ويموله ويعمل له الدعاية؟